والآن إلى أبرز ما اخترته من الصحف، وأبدأ من صحيفة الشرق الأوسط حيث عنونت: تحرك مرتقب لإعادة توحيد أسعار صرف الليرة اللبنانية. رجحت مصادر مالية ومصرفية قرب حصول تحول نوعي في مقاربة الجانب الشائك من الأزمة النقدية. عفوا، سوف ننتقل الآن إلى دار الفتوى وتصريح لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي. بروتوكولية طبيعية، لأنه دائما لنفرجي على مثل العلاقة اللي بتربط رأس الوزارة مع هذا الدار الكريم. ماذا تعد اللبنانيين دولة الرئيس؟ نكمل إذن قراءة الصحف، وكنا مع مقال من الشرق الأوسط: تحرك مرتقب لإعادة توحيد أسعار صرف الليرة اللبنانية. رجحت مصادر إذن مالية ومصرفية قرب حصول تحول نوعي في مقاربة الجانب الشائك من الأزمة النقدية المتفجرة في لبنان، عبر بلورة تحرك جاد وتشاركي بين المرجعيتين المالية والنقدية، يهدف إلى عزل عناصر التأزم والبدء بالخروج المنظم من دوامة تعدد أسعار صرف الدولار إزاء الليرة، مما يمهد لإنهاء الفوضى النقدية التي أنتجت أكثر من 6 مستويات سعرية للدولار بين حدي السعر الرسمي البالغ 15.15 لليرة وسعر الأسواق الموازية البالغ حاليا نحو 16.5 ليرة. وإذ يتلاقى هذا التوجه مع أحد المطالب الأساسية التي يصر عليها صندوق النقد بضرورة إرساء نظام موثوق للنقد والصرف يرتكز على توحيد أسعار الصرف. أكدت المصادر المتابعة والمعنية للشرق الأوسط أن الفرصة باتت متاحة لإعادة هيكلة أسعار الصرف والاستفادة من الأثر النفسي الذي عكسه تشكيل الحكومة على الأسواق وتلقي البنك المركزي غدا الخميس حصة لبنان من حقوق السحب الخاصة لدى الصندوق بمبلغ 1.135 مليار دولار. كذلك التلاقي مع توجه الحكومة الجديدة إلى إدراج الملف النقدي ضمن الأولويات الملحة طبقا لتأثيراته المباشرة على الأزمة المعيشية الخانقة من جهة، ووجوب التصدي لفوضى الأسعار وتعددها بالتوازي مع تضاؤل قدرات البنك المركزي على إدارة السيولة وتولي الدور المرجعي في سوق القطع. ويتعذر مسبقا بحسب مسؤول مصرفي تحديد السعر الموحد وهوامش تقلباته وكيفية تمكين البنك المركزي من التحكم بمجرى المبادلات النقدية بما يشمل تلبية الطلب التجاري والحاجات المالية المشروعة للأفراد والمؤسسات ومصاريف الدولة بالعمولات الصعبة. إنما يمكن للفريق المالي المعني وبالتعاون المرتقب بين وزير المال يوسف خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومع جمعية المصارف التوافق على حزمة إجراءات نقدية ومالية تنهي تدريجيا تمركز العمليات في الأسواق الموازية وتعيد قدرات التحكم إلى السلطة النقدية. والآن إلى جريدة الأخبار، حيث كتبوا: الحكومة تتمسك بحكم المصرف. يصر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على عدم إدراج عبارة إعادة هيكلة القطاع المصرفي في البيان الوزاري لحكومته. رفض الحديث عن إعادة هيكلة القطاع المفلس الذي شكل توقفه عن العمل أحد الأسباب الرئيسية لأسوأ أزمة مالية نقدية اقتصادية في تاريخ لبنان والأسوأ في العالم منذ نحو 90 عاما بحسب البنك الدولي، ليس سوى إعلان مسبق عن استمرار حكم المصرف. إن المعلومات التي تتسرب عن أجواء اجتماعات لجنة صياغة البيان الوزاري بشقيها السياسي والاقتصادي والذي يرجح إنجازه في الساعات 48 المقبلة تعكس بأن القضايا الإشكالية والخلافية التي فجرت حكومة الرئيس سعد الحريري بعد 17 تشرين انسحبت على الحكومة الحالية أيضا، وهو يمكن أن يهدد بتفخيخ الزخم المطلوب لمعالجة الملفات الأكثر إلحاحا خلال المرحلة الفاصلة عن الانتخابات النيابية في الربيع المقبل. تقول المصادر إن توجه رئيس الحكومة كان يقضي بعدم ذكر أو تحديد المعامل في البيان الوزاري استدراكا لتداعيات الدخول في التفاصيل التي قد تؤجل إنجازه، إلا أن وزراء حركة أمل في الحكومة أصروا على حصر التسمية بمعملي دير عمار والزهراني في إشارة واضحة إلى إسقاط معمل سلعاتة من برنامج الحكومة. ولفتت المصادر إلى أنه جرى أمس الاتفاق على تعديل التوصيف واعتماد صيغة تصحيح وضع القطاع وتنشيط الدورة الاقتصادية مع إعطاء الأولوية لضمان حقوق المودعين وأموالهم. وهذه النقطة إنما تدل على أن اللجنة الوزارية تعتمد أسلوب التذاكي للتهرب من مسألة إعادة الهيكلة.
ونبقى مع جريدة الأخبار أيضا في مقال جدا مهم كتبه الكارتيل يبتز الأهل أقساط بالدولار الفريش. بذريعة الظروف الاستثنائية وفي مخالفة صريحة للقوانين، لم تتردد إدارات المدارس الخاصة في ابتزاز الأهالي بفرض زيادات مسبقة على الأقساط وتحديد جزء منها بالدولار الفريش وبدفع مساهمات إلزامية وطوعية لا تدخل ضمن موازناتها. ففي غياب أي حسيب أو رقيب، أقدمت بعض هذه الإدارات على فرض زيادات غير مشروعة بالفريش دولار، وفيما يفترض أن يضاف هذا المورد الذي يدخل في حسابات المدرسة إلى بند الإيرادات في الموازنة المدرسية ما يمكن أن يسهم في خفض الأقساط. تخترع هذه المدارس عناوين مختلفة لتبرير تقاضيه من خارجها، فالزيادة المفبركة تأخذ تارة شكل مساهمة غير إلزامية لمساعدة المدرسة، كما هي الحال في مدارس الليسي التابعة للبعثة العلمانية الفرنسية. أضف إلى ذلك أن بعض المدارس إضافة إلى المساهمة المالية بالفريش دولار، ألزمت الأهالي بشراء الزي المدرسي والكتب والقرطاسية من المدرسة ودفع بدل النقل المدرسي الذي حدد بقيمة خيالية تفوق قيمة القسط. فهل هذه المطالبات قانونية؟ رغم كل مخالفات إدارات المدارس، يبقى الهم الأول للأهل تأمين حق التعليم لأولادهم ولو على حساب لقمة عيشهم. لكن كيف سيكون ذلك في عام دراسي أعلن وزير التربية أنه سيكون حضوريا؟ وهل يستطيع الأهل تحمل الزيادات على الأقساط فيما الدولة غائبة تماما عن ممارسة دورها الرقابي على المدارس الخاصة من خلال تعمد المسؤولين فيها الامتناع عن إصدار المراسيم التطبيقية للقانون الذي يرعى تنظيم الموازنة المدرسية وأصول تحديد الأقساط المدرسية فيها وعدم استكمال تشكيل المجالس التحكيمية التربوية؟ والآن إلى صحيفة الجمهورية، حيث عنونت الموقف الخليجي وتركيبة الحكومة الجديدة مخيبة للأمل. في الوقت الذي لم يصدر أي موقف خليجي من الحكومة الجديدة تأييدا أو عدمه، نقل مطلعون عن مصدر خليجي واسع الاطلاع للجمهورية قولها أن تركيبة الحكومة الجديدة مخيبة للأمل، متسائلا هل يرضى اللبنانيون أنفسهم بمعظم الوزراء الجدد؟ ولاحظ المصدر أن كثيرين من الوزراء ليسوا أصحاب اختصاص ولا تنطبق عليهم قاعدة الشخص المناسب في المكان المناسب، بل اختصاصاتهم في واد وحقائبهم في واد آخر. وأشار المصدر وفق المطلعين إلى أن حكومة من هذا النوع لا توحي بأنها قادرة على اكتساب ثقتنا، مشددا على أنها إذا كانت تظن أن في إمكانها أن تستمر في سياسة التسول فعليها أن تعلم أننا أقفلنا هذا الباب. وأوضح المصدر الخليجي كما ينقل عنه أنه كان من الممكن أن نغمض إحدى العينين لو تم اختيار وزراء أفضل يحون بالثقة، معتبرا أنه من مكامن الخلل الواضحة أن وزير الاتصالات هو صاحب خبرة في الدهان، وأن وزير الأشغال متخصص بالاتصالات، وأن وزير المال نقطة اتصال بين حزب الله ومصرف لبنان، وأن وزير الزراعة إعلامي، وأن وزير الإعلام اختاره رئيس غير لبناني، وأن وزير الشؤون الاجتماعية غير مقتنع بجدوى الحفاضات، وأن وزير الداخلية زرع له في مكتب ضابط على صلة وثيقة بالرئيس سعد الحريري وأحد المقاولين الكبار. نبقى طبعا في موضوع الحكومة، هو الموضوع الأبرز هذا في هذا الوقت، وينضم إلينا لتفاصيل أكثر حول الحكومة الكاتب والمحلل السياسي خالد ممتاز. صباح الخير. صباح النور أستاذ رامي، شكرا على هذه الاستضافة الكريمة. أهلا وسهلا فيك أستاذ خالد. لماذا نعيت الحكومة وقلت ثلاث شهور وتظهر الخلافات على العلن؟ لا إصلاحات، لا إنجاز، لا كهرباء ولا محروقات، كمين اعتبرت أننا الآن في ولاية إيرانية؟ لأنه بالحقيقة أولا الكلام اللي حضرتك هلا قريتيه بالمقال تبع الجمهورية هو كلام دقيق جدا، ولكن هذا جن واحد منه وليس فعليا القرار النهائي للدول العربية المبني على أن هذه الحكومة تم تشكيلها من قبل الرئيس ماكرون والرئيس رئيسي، وبالتالي لا مساعدات عربية، ونحن نعلم بأن لبنان بحاجة إلى ما لا يقل عن 10 مليارات دولار لن تأتي من الدول العربية للأسباب التي ذكرتها حضرتك، وللسبب الآخر بأن حزب الله يهيمن على هذه الحكومة بشكل كامل، واتخذ هذا القرار بتشكيل هذه الحكومة بغياب وتخبط الولايات المتحدة من بيونغ يانغ وصولا إلى العلاقة مع طهران وتعيين علي باقري رئيسا للمفاوضات مع الولايات المتحدة.
وقد نرى بالايام القليله المقبله تصديقا لهذا الكلام، مش بالايام المقبله، بالاشهر المقبله، اقاله او استقاله لوزير الخارجيه الامريكي بلينكن، لان العلاقه بينه وبين الرئيس بايدن ليست سويه. بالتالي ايهام الناس بان هذه الحكومه قادره على اصلاحات بالبنيه وبطريقه التشكيل اللي تشكل، او بايهام الناس بانه سياتي اموال من الدول العربيه، وقد سمعنا على مدار الايام الماضيه كلام حقيقه لا يقال عنه الا انه كلام فارغ. السعوديه هي صاحبه القرار اذا كان سياتي اموال من الدول العربيه والسعوديه، وبشكل واضح وصريح، وهذه معلومات وليس تحليل، لن تدفع دولار واحد لحكومه تثبيت حكم طهران على لبنان. لذلك انا قلت بأنه ثلاثة أشهر وبتبلش الخلافات، ولكن يبدو أن الخلافات تبلش من البيان الوزاري والخلافات اللي كانت في حكومة الرئيس الحريري، وكما قال جريدة الأخبار انتقلت إلى هذه الحكومة، وكما قال الرئيس بري نحن في مرحلة الجهاد الأكبر، يبدو كذلك. طيب استاذ خالد، بطبيعه علاقتك يعني بمسؤولين كبار في السعوديه تحديدا، هل الرئيس ميقاتي طلب موعد من السعوديه، وماذا عن كمان زياره البخاري لرئيس الحكومه؟ رئيس الحكومه نجيب ميقاتي يمكنه ان يزور المملكه العربيه السعوديه، لان ابواب المملكه مفتوحه للجميع. الرئيس ميقاتي يملك اعمال تجاريه في المملكه، بيروح بيشق وبيطل على املاكه، ولكن ليس أكثر من ذلك. لن يعطي، هذا بالواضح الصريح. والسفير بخاري أظن بأنه لن يزور الرئيس ميقاتي للتبرك بهذه الحكومة إلا إذا طرق طارق معين يتعلق بأمن المملكة العربية السعودية، قد يزوره، ولكن ليس للمباركة بتشكيل هذه الحكومة الذي تعتبر عند كل الدول العربية وعند الشعب اللبناني، يعني ما بدي أحكي عن كل الشعب اللبناني، ولكن عند قسم كبير منه بأنها حقيقة حكومة طهران في لبنان. إذن سياسيا يعني بالمملكة العربية السعودية غير مرحب بالرئيس ميقاتي؟ الموضوع لا يتعلق بشخص الرئيس ميقاتي، إنما يتعلق بكيفية تشكيل هذه الحكومة والبيان الوزاري وماذا ستقوم به هذه الحكومة. لقد سمعنا بالأيام الماضية بأن البيان الوزاري سيتضمن نفس عبارة الشعب والجيش والمقاومة كما ذكرت أو كما حطت بالبيان الوزاري تبع حكومة الرئيس سعد الحريري وحكومة الرئيس حسان الدياب. بالتالي لا تغيير، فلماذا سيتغير موقف المملكة العربية السعودية من هذه الحكومة؟ كلام الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين كان واضحا وواضحا جدا في أمام الأمم المتحدة فيما يتعلق بلبنان. لبنان سيدتي لم يعد من أولويات المملكة العربية السعودية. المطلوب من لبنان إيقاف الأذى الذي يصدر من لبنان تجاه الدول العربية. من يريد أن يساعد لبنان يتوقف عن تدريب وتسليح الحوثي لاستهداف المدن السعودية والمدن العربية. هذا بالواضح يعني. طيب استاذ خالد، في المقلب الاخر يعني هناك ترحيب امريكي واتفاق وتسويه بحكومه ميقاتي، طب اذا في ترحيب امريكي وغربي، لماذا لن تتمكن برايك هذه الحكومه من انجاز المهام المنوطه بها؟ فلتمول الولايات المتحده هذه الحكومه التي رحبت بها. حقيقه هنالك تخبط حقيقي وواضح وصريح عند الولايات المتحده وعند اداره بايدن. سلم الملف للفرنسي، الفرنسي باع الشعب اللبناني بكل صراحة من أجل بعض الصفقات في العراق وغير العراق، فأعطي هذه الحكومة. وإميه اتصل بشكل مباشر بالرئيس ميقاتي ليقول له أعطي الثلث المعطل لميشيل عون لرئيس الجمهورية لفخامة الرئيس، وهذا ما حصل. وهنا أريد أن أتوجه إلى رؤساء الحكومة السابقين وأقول لهم بأن الرئيس ميقاتي خالف ما تم الاتفاق عليه، ولابد من القول بأن الرئيس سعد الحريري والإشادة بموقف الرئيس سعد الحريري، يعني على مدار 9 أشهر رفض إعطاء الرئيس عون الثلث المعطل، واليوم الرئيس ميقاتي للأسف الشديد قبل بهذا الموضوع. لذلك إذا كانت الولايات المتحدة شايفة أنه هي بالوقت الحالي لبنان ليس من أولوياتها
وأعطت أو سلمت الملف للفرنسي، فليمول الرئيس الفرنسي الحكومة اللبنانية، وهذا لن يؤثر على موقف الدول العربية بولا شكل من الأشكال. والدول العربية لا تعمل لدى الولايات المتحدة، وأكبر دليل على ذلك كان الموقف الذي اتخذه ولي العهد بإلغاء زيارة وزير الدفاع الأمريكي، وهذه يعني هذا موضوع سابقة وكبير جدا. طب معنا مدللات. نعم تفضل. طيب، مع أنه الرئيس ميقاتي كان صرح أنه بدأ التواصل مع الصناديق العربية لتفعيل مشاريع الدعم للبنان، هذا الموقف سعودي فقط ولا لا عربي؟ الموقف العربي وخاصة مجلس التعاون الخليجي تجاه لبنان هو موقف تتخذه المملكة العربية السعودية. أنت حضرتك عم تحكي عن الموضوع الذي يتعلق بالكويت، سمعنا كلام واضح وصريح من نواب في مجلس الأمة الكويتي رافضين رفضا قاطعا تمويل هذه الحكومة. هلأ ما هو القرار الذي سيتخذ على المستوى الكويتي؟ حقيقة ما عندي معلومات عن هذا الموضوع، ولكن لا أظن بأن الكويت التي رعت الاتفاق بين قطر أو عودة قطر إلى مجلس التعاون الخليجي ستكون هي السباقة بكسر قرار المملكة العربية السعودية. نعم استاذ خالد، كان الوزير السابق وئام وهاب أكد أنه يعني هناك قرار خارجي اتخذ لإقفال بيت سعد الحريري، بما أنه الأبواب مثل ما عم تقول مغلقة كمان أمام ميقاتي، هل ترى إمكانية عودة لسعد الحريري أم حقا أقفلت الأبواب نهائيا أمامه في السعودية؟ أولا الكلام عن إقفال بيت الرئيس سعد الحريري، وأظن حضرتك تعرفين أن علاقة الرئيس سعد الحريري ليست علاقة جيدة، هذا كلام فارغ للأسف لا قيمة له. منزل الرئيس سعد الحريري السياسي لا يغلق من قبل لا وئام وهاب ولا غير وئام وهاب، هذا واحد. اثنان، أبواب المملكة العربية السعودية تكون مفتوحة أمام كل من يريد إعادة لبنان إلى الحكم العربي، كل من يريد إعادة العلاقات بين لبنان والمملكة العربية السعودية إلى سابق عهده على أيام الرئيس الشهيد رفيق حريري رحمه الله. هذا بكل وضوح وصراحة. يمكن للرئيس الحريري أن يعيد فتح هذه الأبواب بنفسه مثلا عبر حشد الثقة عن هذه الحكومة كما سيفعل النائب فؤاد المخزومي والقوات اللبنانية وآخرين. يمكن تكون هذه تكون بداية، خاصة وأن الرئيس نجيب ميقاتي خالف ما تم الاتفاق عليه ما بين رؤساء الحكومة السابقين. لابد من خطوات تجاه المملكة العربية السعودية وليس فقط بالكلام، هكذا تفتح الأبواب وهكذا تعيد العلاقة مع المملكة العربية السعودية. نعم، الكاتب والمحلل السياسي خالد ممتاز، شكرا لك على كل هذه المعلومات.